بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا بكم أعزائي طلبة وطالبات تانية ماجستير إحصاء. مع بعض في المحاضرة الثالثة بنتكلم عن الانحدار الخط البسيط بالمحددات. بداية بنفتكر مع بعض معادلة الانحدار الخطي اللي بتوضح العلاقة الخطية بين متغيرين، ودي علاقة يمكن تمثيلها بخط مستقيم بتكون الاكس مرفوع للأس الواحد الصحيح على الشكل واي بتساوي اي زائد بي اكس، حيث الواي والاكس دي المتغيرات بتاعتنا، اما الاي والبي الثوابت اللي هما الاي الجزء المقطوع من المحور الرأسي والبي اللي هو الخط. دلوقتي لما بنيجي نقدر المعادلة دهيت في عدة طرق لإيجاد الاي والبي، والطرق دي كلها بتندرج تحت المربعات الصغرى. يعني انا علشان ابدأ في اي طريقة منهم، سواء بقى كانت مصفوفات، محددات، حذف، او اي طريقة من طرق تقدير الثوابت، كلهم بيندرجوا تحت المربعات الصغرى. ونقطة البداية في المربعات الصغرى هي تكوين معادلتين اللي هما موجودين في اخر الصفحة اللي انتوا شايفينهم دول. المعادلتين دول نتجوا اساسا من عمل التفاضل الجزئي الاول، مرة بالنسبة للايه ومرة بالنسبة للبي، وبعد ما اتعمل التفاضل الجزئي الاول تم مساواته بالصفر، فحصلنا على المعادلة الاولى وحصلنا على المعادلة التانية. دلوقتي هنشوف ازاي بتتقدر الثوابت بطريقة المحددات. بنروح نجيب المحدد الاساسي اللي هو بيبقى فيه المعاملات بتاعة الايه بتتحط في اول عمود، وعمولات معاملات البي بتتحط في تاني عمود. يبقى اللي قدامك دي اسمها المعاملات اللي هي الارقام او القيم، الان مجموع اكس، مجموع واي، مجموع اكس تربيع، كل دي بتبقى ارقام بتتحط هنا. بعد كده بتروح تجيب المحدد المرافق لكل مجهول من المجاهيل. فالمحدد بتاع الايه بنعمله ازاي؟ سهل قوي. بنروح للمحدد الاساسي اللي هو فوق، بنشيل العمود بتاع ايه ونحط مكانه، بنشيل عمود الايه ونحط مكانه عمود عمود الارقام او عمود الثوابت اللي كانت موجودة بعد علامة يساوي، اللي هي مجموع الواي ومجموع اكس واي. فدول نزلوا مكان عمود الايه، اما عمود البي بيفضل زي ما هو. يبقى كده ده اسمه المحدد المرافق للايه. بالنسبة لتاني محدد اللي هو المرافق للبي اسمه دلتا بي. بنجيبها ازاي دلتا بي؟ بنسيب عمود الايه في المحدد الاساسي، بنسيب عمود الايه في المحدد الاساسي ونشيل العمود التاني اللي هو كان سمشن اكس وسمشن اكس تربيع، ونحط مكانه عمود الثوابت او عمود القيم اللي كانت موجودة بعد علامة يساوي، اللي هي مجموع الواي ومجموع الاكس في واي. بعد ما بتجيب المحددات دي بتروح تطبق قوانين المحددات اللي هي بتقولك الايه بتساوي دلتا ايه على دلتا، والبي بتساوي دلتا بي على دلتا. كلام بسيط، و يعني انا يعني بحاول بقدر الامكان ما تقلش عليكم، لان احنا كان معانا في المحاضرات اللي احنا اتقابلنا فيها كان معانا يعني ماتيريال، كان معانا مادة كبيرة اللي هي موجودة في الشابتر بتاع فترات الثقة، ودي لسه هبقى اناقشكم فيها بعدين، اقول لكم هنعمل فيها ايه، اللي هي كان مفروض هتتناقش. فانا عارف ان احنا معانا ماتيريال كتيرة، فعشان كده يعني قلت ايه اهدي معاكم شوية. تعال بقى نشوف مع بعض بعد ما بنجيب الـ A والـ B بنعمل بيهم ايه. بنروح نعمل اختبار المعنوية اللي هو عايزين نعرف علاقة الانحدار الخطية معنوية ولا لأ. فالاختبار ده عمله عالم اسمه فيشر، وبيختبر معنوية العلاقة ككل. فراح عمل ايه فيشر؟ جاب مجموع المربعات الكلي الـ S S total اللي هو summation y سكوير ماينس سمشن y اول سكوير ديفايدد ان، ودرجات حرية الكلي بتبقى n ناقص واحد. بعد كده مجموع مربعات الانحدار، مجموع مربعات الانحدار ديت اللي هي الاس اس ار، في اكتر من اسلوب بتطلع بيه، منهم بي تربيع
في سمشن اكس تربيع ناقص سمشن اكس كل تربيع على ان. وفي اسلوب تاني يقول لك بي بس من غير تربيع في بسطها، البي في بسطها. يعني لو نفتكر البسط بتاعها كان ايه، كان سمشن اكس واي ناقص سمشن اكس في سمشن واي على ان. ففي طرق متعددة بتجيب لي الاس اس ار. بعد كده تعرف ان درجات الحرية هنا بتبقى 1 صحيح. اشمعنى 1؟ قالوا اصل الانحدار بيتم بمتغير مستقل واحد اللي هو الاكس. لو في اكتر من اكس في المعادلة يبقى درجات الحرية هتبقى بعدد الاكسز الموجودة. انا ما عنديش غير اكسية واحدة يبقى درجات الحرية 1. بالنسبة بقى بنطرح الكلي ناقص الانحدار يطلع البواقي. البواقي اللي هي الاس اس ايرور دي عبارة عن الاس اس توتال ناقص الاس اس ريجريشن. ودرجات حرية البواقي بتبقى ان ناقص 2، او بمعنى اخر الفرق بين درجات حرية الكلي ودرجات حرية الانحدار. يعني لو جيت تطرح كده ان ناقص 1 وتشيل منها 1 هتبقى ان ناقص 1 ناقص 1 معناها ان ناقص 2. جدول تحليل التباين. بعد ما جهزت الاس اس ار والاس اس اي والاس اس توتال بروح احط النواتج اللي انا حصلت عليها في جدول اسمه جدول تحليل التباين اللي هو الانوفا. والحاجات اللي انا حصلت عليها دي بتنزل في العمود الثاني من الجدول. الجدول ده بيتقري من الشمال. اول حاجه سورس اوف فاريشن مصدر الاختلاف، بعد كده سام اوف سكويرز مجموع المربعات، ده درجات الحريه ديجري اوف فريدم، بعد كده الام اس المين سكوير المين سكوير، وبعد كده الاف المحسوبه الاف كالكوليشن بنختصرها بالرمز اف سي. دلوقتي لازم يكون عندك طبعا مرونه. لو انت حافظ الجدول ده بشكل تاني وكتبته لي انا ما عنديش مشاكل. ليه ما عنديش مشاكل؟ لان الجدول ده اعرف اكتبه بالعربي واعرف اكتب فيه حاجات غير اللي موجوده ايه قدامنا هنا. فالموضوع فيه مرونه. ليه؟ لان احنا طلبه دراسات عليا فبنكتب مش بنحفظ، بنفهم مش بنحفظ. فاللي انت بتكتبه بيتقري كويس بس بشرط تكون فاهم. يعني دلوقتي احنا اول عمود في الجدول بيتكتب فيه الفاظ دي مهمه جدا واحاسبك عليها. يعني ايه اللي انا بقوله ده؟ يعني مثلا اول عمود ده مكتوب السورس اوف فاريشن، بتيجي انت تحتيه وتكتب الريجريشن او ممكن تكتب ريج وتحط جنبها نقطه، وبعدين بتكتب الايرور، وبعدين بتكتب التوتال. الكلام ده سليم. لكن لو واحد راح حط مكان كلمة regression قام كاتب لي اس اس ار يبقى دي غلطة. ليه غلطة؟ لأن هو الاس اس ار دي مفروض انها تيجي من تقاطع صف مع عمود، يعني تيجي من تقاطع الار مع الاس اس. فما ينفعش اكتب في العمود الاولاني ده تحت source of variation ما ينفعش اكتب اس اس ار بالاختصارات، يبقى انا كده مش واخد بالي. اكتب هنا يا اما كلمة ريج يا اما اكتب كلمة ريجريشن كاملة. والايرور نفس الحكاية. هتقول لي هو المحاسبة هتبقى دقيقة كده وهتبقى لا مش موضوع دقيقة، هو موضوع ان طالب فاهم هو بيكتب ايه. بالنسبة للعمود التالت درجات الحرية برضك بتكتبه وانت فاهم انت ليه بتكتب درجات الحرية كده. درجات حرية الانحدار الخطي بواحد عشان ما فيش غير اكس واحدة في المعادلة. الكلي دايما ما بيتغيرش، دايما بيبقى ان ناقص واحد. والايرور بيبقى الفرق بينهم. بالنسبه بعد كده للمتوسط، اي متوسط في الدنيا بيجي بالقسمه. فاحنا بنقسم عمود 2 على عمود 3، يعني بنقسم اس اس ار على الواحد اللي قصادها، وبنقسم الاس اس ايرور على ان ناقص 2 اللي قصادها. بعد كده العمود الاخير اللي هو اف المحسوبه بقسم متوسط الانحدار على متوسط البواقي. الكلي بيتقفل، اخر خانتين في الكلي ما بيتكتبش فيهم حاجه. سعادتك بعد ما بتخلص جدول تحليل التباين بتاخد اف المحسوبة تقارنها باف جدولية بتكون معطاة في ورقة الأسئلة. واف الجدولية اللي هتبقى معطاة بدرجات حرية تتناسب مع الجدول اللي انت عامله بتاع الأنوفا. يعني انت لما تيجي تبص جوه جدول الأنوفا هتلاقي هنا مكتوب ايه 1 وتحتها ان ناقص 2. فالاف اللي هتبقى معطاة ليك هتبقى درجات حريتها 1
و ان ناقص 2، ان لو ب10 هديك اف بدرجات حرية 1 و8، لو ان ب12 هديك درجات حرية 1 و10. طبعا هيبقى معاك قيم جدولية كتيرة وانت بتنقي منهم القيمة اللي تناسب الانوفة بتاعتك. فانا اللي يناسب الانوفة بتاعتي 1 و n ناقص 2، بشوف بقى الان في المسألة بكام. طبعا انت تعرف ان لو المحسوبة طلعت كبيرة يبقى العلاقة معنوية. وليه العلاقة معنوية وتصلح؟ لان الانحدار طلع اكتر من الخطأ. لما المحسوبة تطلع كبيرة يبقى معناها نسبة الانحدار الى الاخطاء، الانحدار هو الغالب، الاكس هي اللي غلبت الايه الخطأ، غلبت البواقي لو المحسوبة طلعت كبيرة. اما لو المحسوبة طلعت اقل يبقى العلاقة غير معنوية. المحسوبة تطلع اقل امتى؟ لما الاخطاء تبقى اكتر وتغلب. يعني انا بتكلم على شرطة الكسر اللي في اخر عمود، بتكلم على شرطة الكسر اللي في اخر عمود عشان تبقى مركز معايا. لو الانحدار بيغلب الخطأ فكده يبقى ايه العلاقة كويسة. او لو حصل العكس بقى يبقى العلاقة مش معنوية. بعد كده من جدول الانوفا ممكن نحسب معامل التحديد، ممكن نحسب الخطأ زي ما هنشوف دلوقتي. معامل التحديد كلكم طبعا عارفين الرمز بتاعه، رمزه ار سكوير، وده بيجي باسمة الاس اس ار على الاس اس توتال. طبعا انا مش هقرا الكلام الكتير دوت، بس هو ملخصه ان معامل التحديد مثلا لو طلع فوق 80% في الرساله بتاعتك فالرساله بتبقى كويسه، والباحث نجح في انه يختار متغيرات كويسه. انا على فكره مش دلوقتي ما بقومش بقرايه الكتاب، الكلام المكتوب قدامي ده، انا بنصحك لحاجه بعد كده. لو رسالتك طلع فيها معامل التحديد اقل من 80%، في بعض المشرفين بيرجعك ويقولك روح دور على متغيرات مستقلة تاني دخلها في المعادلة عشان تزود قيمة الار سكوير. ليه؟ الار سكوير ده بيقيس النسبة بين الانحدار وبين الكلي، بيشوف نسبة الانحدار الى الكلي قد ايه، وبيقول لك ان الاكس فسرت قد ايه، فسرت نسبة قد ايه من الواي. يعني مثلا لو طلع معامل التحديد 80% يبقى الاكس مسؤول عن 80% من التغيرات اللي بتحصل في الواي. معامل التحديد مهم في الرسائل امتى؟ يعني برضك عشان احنا طلاب ماجستير. قالك لو الرسالة اللي انت عاملها هدفها التنبؤ، هدفها التنبؤ خلي بالك معايا، فبيبقى الاهتمام بالار سكوير. لكن لو الرسالة اللي انت عاملها هدفها حاجة تاني غير التنبؤ، وهو مثلا معرفة اثر كل اكس على الواي، عاوز تعرف الاكسات بتأثر بقد ايه ومش في دماغك التنبؤ بالمستقبل، ففي الحالة ده هيت بنهتم بحاجة اسمها التي اللي هي الاختبار بتاع كل ثابت على حدة. انما لما يكون الرسالة بتاعتي هدفها وعنوانها من فوق التنبؤ بكذا، فالتركيز بيبقى فيها على معامل التحديد الار سكوير. في اخر حاجة الخطأ المعياري للتقدير. احنا حسبناه المحاضرة اللي فاتت وكنا مسمينه سيجما هات، لما كنا بنعمل فترات ثقة للثوابت بتاعة المربعات الصغرى. سيجما هات او بيسموه اس واي اكس. الاس واي اكس بتطلع ازاي؟ الجذر بتاع سمشن واي تربيع ناقص اي سمشن اكس ناقص بي سمشن اكس في واي على ان ناقص 2 تحت الجذر كله، والجذر مغطي فوق وتحت. ما ينفعش تعمل الجذر ايه على اللي فوق بس. كمان عايز اقولك ان الخطأ دوت بيبقى فكرته اساسا انه بيقسم مجموع مربعات البواقي على ان ناقص 2، مجموع مربعات البواقي على ان ناقص 2. فاكرين الخطوة الثالثة اللي هي بتاعت بعد ما تجيب الكلي وتجيب الانحدار بتطرحهم من بعض وتجيب البواقي؟ فممكن تجيب الخطأ بطريقتين. لو عندك مجموع مربعات البواقي تطبق القانون الثاني، يعني بالعربي لو عندك جدول انوفا جاهز تاخد منه ال اس اس اي اللي هي نتجت من تقاطع سطر الايرور اللي هو الخطأ مع عمود ال اس اس. دلوقتي في مسألة رقمية، يعني المسائل الرقمية في الامتحان هيبقى عددها قليل. ليه؟ لأن
انا عايز اختبرك في حاجات تانية اهم منها، بس المسائل الرقمية بتوضح الموضوع شوية، وزي ما قلت لك نسبتها في الامتحان مش هتبقى كبيرة. بافتراض ان عندك البيانات ديت، ادي بيانات عن اكس وواي، وعاوزين نقدر العلاقة، وبعدين عايزين نختبر معنويتها، وعايزين معامل التحديد والخطأ المعياري. انا همر على المسألة مرور الكرام، لان المسألة دي مسألة تعتبر يعني مش صعبة قوي، بس نشوف مع بعض كده ايه مراحل الحل بتاعتها بالمحددات. اول حاجة بعمل الجدول. انا معايا اكس واي، دي معطيات. الاكس واي دول معطيات، بزود على العمود، بزود على الجدول 3 أعمدة من عندي، بحط اكس تربيع، اكس في واي، واي تربيع. دلوقتي انا مش محتاج كل التفاصيل اللي جوه الجدول، بس محتاج المجاميع النهائية. باخد المجاميع النهائية وابدأ بقى عشان اطبق طريقة المحددات. كل اللي هعمله ان انا هحط قدامي المعادلتين بتوع المربعات الصغرى. المعادلات دي بيسموها المعادلات الطبيعية. المعادلات الطبيعية ديت لما اكتبها كده، طبعا انا كنت قلت لك بتيجي ازاي، مرة بتدخل مج على علاقة الانحدار، ومرة بتدخل مج واي على علاقة الانحدار. بتدخل مج تطلع المعادلة الاولى، بتدخل مج واي تطلع المعادلة التانية. القصة هنا ان انت هتاخد من المجاميع اللي في اخر الجدول وتعوض بيها، فتروح تاخد مجموع واي ده ب80، تروح شايل مجموع واي وكاتب 80، ان في ايه، الان دي اللي هي عدد القيم في الجدول، دول 6، يبقى 6 ايه. بعد كده بعد ما بتخلص تعويض في المعادلتين، المعادلة الاولى والمعادلة التانية، دلوقتي انا هنفذ طريقة المحددات على المعادلتين اللي قدامي دي. بروح الاول اجيب محدد اساسي، وبعدين بروح اجيب المحدد بتاع الايه، وبعدين اجيب المحدد بتاع البي زي ما هنشوف دلوقتي. انا حاطط قدامك دلوقتي في الصفحة دي المعادلتين، ودلوقتي مطلوب منك ان انت تكون المحدد الاساسي. بص كده شكله عامل ازاي، دلتا بتساوي ان سمشن اكس، بعد كده العمود اللي بعديه سمشن اكس، سمشن اكس تربيع. بتاخد بعضك وتاخد القيم اللي جنب الايه تنزلها في اول عمود، القيم اللي جنب البي تنزلها في تاني عمود، وتفك المحدد اللي هو بيتفك عن طريق حاصل ضرب عناصر القطر الرئيسي ناقص حاصل ضرب عناصر القطر الفرعي. فنروح نضرب 6 في 280 ناقص 40 في 40، طلع الدلتا اللي هو المحدد الأساسي أو المحدد العام ب80. بعد كده بتروح تجيب المحدد بتاع الايه والمحدد بتاع البي. محدد الايه بيطلع ازاي، اللي هو دلتا ايه، ان انت بتشيل عمود الايه وتحط مكانه الحاجات اللي كانت بعد علامة يساوي. فبعد ما حطينا القوانين بتاعت المحددات، ابدأ اعوض في المحدد بتاع ايه. عوضت، افك حاصل ضرب عناصر القطر الرئيسي 80 في 280، بطرح منها الفرعي 40 في 547، طلع محدد ايه ب520. اروح بعد كده اجيب دلتا بي. دلتا بي بتساوي ان وتحتها سمشن اكس، بعد كده سمشن واي، وتحتها سمشن اكس واي. طريقة تكوين المحددات دي لازم تعرفها، ولازم تعرف العناصر اللي جواها، سمشن كذا اتحط هنا وسمشن كذا اتحط هنا، علشان لو جت مسألة زي دي انا مش هاخد التعويضات واديك درجة عليها، لا انا عايزك تحط لي المجاميع ديت وبعدين تعوض عنها، تحط المجاميع الاول وبعدين تعوض عنها. مش هينفع ان انا ايه اخد ارقام بس وما احطش قوانين. فنخلي بالنا ونحفظ القوانين بتاعت ايه المحددات. بعد ما جبت قيم الدلتا والدلتا ايه والدلتا بي، بروح اجيب الايه والبي اللي هم المجاهيل بتوعي، ثوابت العلاقة المقدرة. فالايه بتطلع عن طريق قسم الدلتا ايه على دلتا، بقسم 520 على 80 تطلع 6.5، والبي بتطلع عن طريق قسم الدلتا بي على دلتا، بقسم 82 على 80 تطلع 1.25. اخد البي واخد الايه واعوض عنهم في العلاقة بتاعت الانحدار البسيط اللي هي واي المقدرة بتساوي ايه زائد بي اكس. ضروري تعوض عن الثوابت بعد ما تجيبها، يعني ما تجيبش الثوابت وتسيبها وتمشي، لا لازم تحطهم جوه معادلة
والمعادلة دي تحط على الواي من فوق رمز هات زي ما انت شايف كده قدامك. دلوقتي هنتنقل لمرحلة اختبار المعادلة اللي هي محطوطة قدامك دي. اختبار المعنوية بيتضمن عدة مراحل. المرحلة الأولى بتجيب مجموع المربعات الكلي، القانون بتاعه أهو زي ما انت شايف، مجموع واي تربيع ناقص مجموع واي كل تربيع على ان. باخد الكلام ده من الجدول، باخد المجاميع النهائية اللي في الجدول وعوض بيها، تطلع الاس اس توتال ب 19.33. درجات حرية الكلي بتبقى ان ناقص واحد، يعني درجات الحرية 5. بالنسبة لمجموع مربعات الانحدار بحط القانون بتاع الانحدار اللي هو بيتا تربيع في مجموع اكس تربيع ناقص مجموع اكس كل تربيع على ان. فلما بتعوض في القانون دوت بيتا تربيع بتجيب بيتا من المعادلة، وبتجيب المجاميع دي من نهاية الجدول، طلع الانحدار. بص كده وركز، هتلاقي الكلي ب 19 والانحدار ب 13. ده شيء طبيعي ان الكلي يبقى اكتر من الانحدار. كتير اوي من الطلبة بتعكس معاهم ونتيجة الآلة الحاسبة أو نتيجة السرحان في حاجة. فهنا لما بتعكس معاهم تبص تلاقيه يطلع لي الانحدار أكتر من الكلي، كده المسألة إيه بتبوظ منه، ولو قعد يراجع ممكن يضيع وقت كبير في مراجعتها. فعلشان كده لازم أبقى يقظ وأنا بعوض ومركز إن لازم الكلي يبقى أكتر. بالنسبة بقى للبواقي اللي هي الفرق بينهم ودرجات حرية بتاعتها، هي الفرق بين درجات الحرية بتاعت الكلي وبتاعت الانحدار. باخد النتائج اللي انا حصلت عليها اللي هي 19 وال13 وال5 دي، باخد الارقام دي كلها واعوض بيهم في جدول تحليل التباين في العمود الثاني زي ما هنشوف مع بعض. سطرت الخمس اعمدة، ممكن بدل ما اكتب الكلام الكبير ده كله فوق بس اكتب في اول عمود كلمة السورس، كلمة سورس، وفي العمود التاني اكتب اس اس، والعمود التالت اكتب دي اف، والعمود اللي بعديه ام اس، والعمود اللي بعديه اف سي. يعني ممكن اعمل الجدول في الامتحان بالرموز فقط بالنسبة لرؤوس الاعمدة فوق. اما بالنسبة لاول عمود انا بركز فيه لان في غلط متكرر عند الناس، فانا بقول لك دايما تكتب ريجريشن في الاول وبعد كده تكتب ايرور وبعد كده توتال. ممكن تكتب ريج بس وتحط جنبها نقطة. بالنسبة للجدول والمشي جوه ده، يعني موضوع بسيط جدا، ان انت بتحط النتائج اللي انت جبتها من الخطوة اللي فاتت بتحطها في العمود التاني، درجات الحرية بتاع اللي بتحطها برضك جنبها، بتحط جنب كل رقم درجات حريته وتقسم كل رقم على درجات الحرية المقابلة ليه ما عدا الكلي ما بيتقسمش. لما قسمنا على درجات الحرية طلع متوسط المربعات. باخد المتوسط بتاع مربعات الانحدار اقسمه على متوسط الخطأ، يطلع لي فيه المحسوبة 10.153 بالمقارنة مع فيه الجدولية اللي هي عند درجات حرية 1.4. ليه لما جبت الاف تابيوليشن الاف تابيوليتد اللي هي درجات اللي هي اف الجدولية جبتها عند درجات حرية معينة اللي هي 1 وال4؟ ليه؟ عشان انا اصلا وانا بحسب كان في جدول الانوفا في العمود الثالث بشتغل بال1 وال4، فاللي بشتغل بيه في جدول انوفا هو اللي بروح اكشف بيه في جداول العالم الاحصائي فيشر اللي هو جداول الاف، فبكشف عند ايه تحت الواحد قدام الاربعة. فطلعت 7.71. لما اقارن العشرة بالسبعة، العشرة اكتر من السبعة، فيبقى المحسوبة طلعت اكتر، يبقى كده الانحدار معنوي significant. ده ملخص اختبار العلاقة بتاعة الانحدار ككل. باقي خطوة واحدة بس اللي هي طالب معامل التحديد، بيقول لك احسب معامل التحديد والخطأ المعياري للتقدير. معامل التحديد اللي هو الكوفيشن اوف ديترمينيشن بيجي باسم الاس اس ار على الاس اس توتال، وطالع 72%، ده طبعا يعني على قد حاله. الخطأ المعياري للتقدير ده الجذر بتاع اس اس ايرور على ان ناقص 2. ليه طبقت القانون دوت؟ علشان انا عندي انوفا، فباخد منها الاس اس ايرور بطلعها من الجدول اللي هي 5.463، بعوض بيها على 6 ناقص 2، يطلع الخطأ 1.1687.
اخترت القانون بتاع الخطأ بالشكل ده ليه؟ لأن القانون ده معوض فيه مرة واحدة فوق، لكن القانون اللي هو التاني اللي كان معروض عليك قبل كده بتحتاج 5 تعويضات فوق، بتقعد تعوض عن مجموع واي وتعوض عن ال A وتعوض عن مجموع اكس في واي وبتعوض عن ال B ومجموع، يعني بتقعد تعوض كذا تعويض، انما ده رقم واحد وبتوصل لهدفك. في تطبيق تاني على الانحدار الخطي، مديك السنة والودائع. طبعا السلسلة اللي قدامك دي بدأ من سنة 2007 ل 2012، في خطأ موجود فوق في رأس السؤال نفسه بيقول ان هي من 84 ل 89. لما تبقى تطبع الورق ده وتصوره وابقى صحح التواريخ اللي هي موجودة في الجدول من فوق، لأنها دلوقتي لو اتعمدت أصححها بتحصل يعني أحيانا مشاكل في التسجيل. فبقول لك دلوقتي أدي السنة وأدي الودايع. بالنسبة للسلسلة ديت ما بيبقاش عندك سين وصاد، أنت السنوات دي بتستبدلها يا إما 0 1 2 3 4، يعني بتشيل 2007 وتكتب مكانها 0 وتبقى دي هي سنة الأساس، وبعد كده تبقى 2008 دي يعبر عنها بواحد 2 3 4. أما الودائع اللي هي الصاد بتفضل زي ما هي صاد. طب ليه السنوات شلناها وحطينا مكانها الأرقام دي؟ قال للتبسيط، لأن أنت دلوقتي عشان تشتغل بالرقم بتاع السنة اللي هو 2007 و2008، طبعا يعني أرقام كبيرة، ولو دخلتها في الحسابات وعشان تضرب س في صاد وتجيب عشان تضرب إكس في واي وتجيب إكس سكوير، طبعا حاجات رهيبة. فاحنا بنستبدل السنوات دي، ان احنا بنفترض ان سنة الاساس هي 2007 ونبدأ نحط 0 1 2 3 4. موضوع السلاسل ده موضوع مهم جدا على فكرة، وانا كان نفسي ان انا يعني استفيد فيه معاكم، بس علشان ايه يعني الوقت محدود والمحاضرات المطلوبة محدودة، وموضوع السلاسل ده موضوع كبير جدا جدا، السلاسل الزمنية. ولكن احنا مبدئيا هنسمي السنوات دي او الزمن هنسميه ام، وهنسمي الودائع دي واي زي ما كنا بنسميها، يبقى بدل سين بدل اكس واي هيبقى ام واي. المطلوب تقدير المعادلة، وبعد كده هنجيب تقدير للودائع يعني تنبؤ بالودائع في سنة 2013 و2014. باخد المعطيات اللي هي السنوات والودائع واحطهم في اول عمودين. السنوات زي ما قلت لك ارقامها كبيرة، فبنستبدلها بحاجة اسمها ام، 0 1 2 3 4 5، متغير ام اللي هو متغير يعبر عن الزمن. والودائع حتى سميناها دي، مفيش مشاكل خالص زي ما قلت لك في الرموز. بتروح بعد ما جبت الام دي بتجيب دي في ام وبتجيب ام سكوير. معادلة التقدير اللي قدامك فيها بس حاجة بسيطة يعني ممكن تصلحها، اللي هي واي هات هتبقى اسمها دي هات، سمى الودايع دي ديبوزيت. سعادتك لما تيجي بقى تشتغل بتطبق القوانين عادي، وزي ما قلت لك ما تخليش الرموز تقيدك لان احنا مش بنحفظ يعني، فبندخل سمشن على المعادلة، بس هو الواي هات هتخليها دي هات عشان تكمل ايه بالرموز الجديدة ديت. ممكن احاول كده محاولة معاكم ان انا اخليها دي. دي اخر حاجة، لان ايه دي هات بتساوي ال A زائد ال B M. وزي ما قلت لك انت كل ما تفتح مرجع ممكن تلاقيه بيستخدم رموز مختلفة عن المرجع التاني. القصة مش قصة رموز، قصة ان انا فاهم الطريقة. انا معايا دلوقتي المعادلتين بتوع المربعات الصغرى اللي زي ما قلت لك بينتجوا من ايه، من عمل التفاضل الاول ومساواته بالصفر. المعادلتين دول هنروح دلوقتي نحلهم بطريقة المحددات.
دلوقتي التعويض في المعادلتين اهوت قدامك. هنبدأ بالمحددات، بنجيب المحدد العام او الاساسي. برضك عايزك تبقى شوية مرن. ميزة طالب دراسات عليا ان يبقى عنده مرونة، انه يقبل ان الحاجة تتغير رمزها بس المفهوم بتاعها ما تغيرش، هو دلوقتي. عوضنا في المحدد العام وجبناه، لقينا قيمته 105. بالنسبة للمحدد بتاع الايه، رحنا جبنا قيمته لقيناها 131985. اول ما طلعت القيمة قسمناها على المحدد العام، فطلعنا قيمة الايه ب125.7. بروح بعد كده اجيب قيمة بي عن طريق برضك ان انا اقسم المحدد العام، اقسم محدد البي على المحدد العام، دلتا بي على دلتا، طلعت 12.72%. سعادتك بتاخد بعضك وتعوض في المعادلة بتاعت المعادلة الخطية. المعادلة الخطية اللي هي قدامك ديت متعوض فيها عن قيمة الـ A وقيمة الـ B، ودي علاقة بين الـ D والـ M. فهنصلح الـ Y دي ونخليها دي. مطلوب دلوقتي التنبؤ بسنة بالودائع في سنة 2013 وسنة 2014. فبتروح تطرح 2013 ناقص سنة الأساس، 2014 ناقص سنة الأساس، يطلع لك 6 7. فتروح تعوض مرة بستة ومرة في 7، طلع لك التنبؤات بالدي عبارة عن 202.2% و214.74%. بكده يبقى احنا كده قدرنا يعني ناخد فكرة عن ازاي المحددات بتشتغل. انا زي ما قلت لك، انت كنت درست تقدير الثوابت بالمصفوفات مع الدكتور يعني مع الدكتور مصطفى في مادة الاقتصاد القياسي، وكان القانون بتاع الثوابت بيقول لك اكس ترانسبوز اكس انفيرس اكس ترانسبوز واي، وكنت بتجيب معكوس وتضربه في سميشن واي وتحتها سميشن اكس واي. فحبيت ان انا يعني يبقى معاك اضافة او معلومة تانية على ازاي تجيب الايه الثوابت بقوانين المحددات. وهنشوف بقى في المحاضرة القادمة ان شاء الله ازاي الكلام ده يتطبق برضك على الانحدار المتعدد، لما يكون عندي 3 معادلات بتوع المربعات الصغرى اللي هما المعادلات الطبيعية. المعادلات الطبيعية اللي هي بتنتج من التفاضل بتاع المربعات الصغرى، مرة بالنسبة لل A ومرة بالنسبة لل B1 ومرة بالنسبة لل B2، ازاي احلهم بطريقة المحددات ايضا. تحياتي، وان شاء الله موفقين، وعلى خير كده في المحاضرة الجاية ان شاء الله. في امان الله.